السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق والغرب بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. نادي فولسبورغ الالماني، هذا النادي نادي عريق، نادي حقق بطولات. النادي هذا ما المفروض يعني ما يتوقفش على لاعبين، يعني النادي هذا ما يتوقفش على لاعب معين، لكن الا مشات بالطريقه هذه، الا مشات بالطريقه هذه بالاداء هذا، يعني انا صراحه ما عجبنيش اداء فولسبورغ، لكن اذا مشى في الطريق هذه راح ممكن يكون من مرات القلائل لنادي فولسبورغ الالماني بوندسليغا الدرجه الاولى يعتمد على لاعب حب من حب وكره من كره. يعني بعد المقابله تاع فولسبورغ ضد ليفركوزن بطل الدوري الالماني في العام اللي فات، تاكدت بصفه رسميه انه فولسبورغ يسير على لاعب ويمشي على لاعب بدون شوفانية وبدون تطبيل. وحقيقة مقابلة اللي فات شفتها عمورة ساهم في الهدف الأول، وخروج عمورة خلى الفريق المنافس يعدل النتيجة ومن بعدها يفوز. مقابلة اليوم عمورة قدم أسيست وسجل هدف التفوق، هدف التفوق، هدفين لهدف. خروجه وش معناه؟ معناه تعادل فولسبورغ على أرضية ميدان. أول شيء عمورة بدأ اليوم مقابلة أساسي، وهذا يأكد أنه الثقة نتاع المدرب نادي فولسبورغ في هذا اللاعب. اللاعب هذا خاصة من ناحية السرعة، لاعب سريع، سريع جدا عمورة. التوغلات نتاعو، السرعة نتاعو، خاصة في الهجمات المضادة، يعتمد عليه الفريق بصفة كبيرة. بعد مقابلة ليفركوزن جاء الدور اليوم على نادي شتوتغارت يلعب دوري ابطال اوروبا. منافس قوي اسمه شتوتغارت، لكن المقابله كانت في ملعب فولسبورغ. الشوط الاول عمورة يقدم اسيست، دائما معروف بالسرعه تاعو، ودائما كان خطير في دفاع شتوتغارت. الشوط الثاني بعد هجمه مضاده عمورة يخرج وجه لوجه ويسجل هدف، سجل هدف التفوق، هدف التفوق لعمورة. بعدها هجمة أيضا لنادي شتوتغارت، عمورة حاول أنه يقطع ويعرقل اللاعب باش ما تشكلش خطورة على دفاع نادي فولسبورغ. الحكم كان قراره غريب جدا، أنا صراحة شفت اللقطة ما طلبش يعني بطاقة حمراء، قرار بطاقة حمراء لعمورة، يعني مام حتى عمورة ما حبش يغادر أرضية الميدان لأنه عارف فيها كاش منها، تطلب الفار. بعد مدة طويلة وطويلة وطويلة جدا، هذه ميساج فقط لبعض الناس اللي تهضر على الفار، وفي مقابلة تاع مولودية وهران والصاورة الحكم طول بزاف، كون يظل الحكم تاع الصاورة ومولودية وهران يطول ما يلحقش الحكم تاع مقابلة اليوم. دوري ألماني في البوندسليغا من اقوى الدوريات في اوروبا، قعد اكثر من 5 دقائق، اكثر 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 بكثير، قريب 10 دقائق على لقطه ما تطلبش يعني اكثر حد، اقصى حد بطاقه صفراء، اقصى حاجه تعطيه بطاقه صفراء وباين اللقطه هذه. برك برش الناس اللي تهدر الانتقاد من اجل الانتقاد، لا تنتقد الحكم تاع بلادك وطول بزاف، روح شوف الدوري الالماني بوندسليغا، سماطت سماطت قريب 10 دقائق ولا اكثر، سماطت بزاف. ومن بعدها يرجع القرار باين يعني بطاقه صفراء لعمورة. من بعدها المنعرش، اصابه عمورة في دقيقه حوالي 84، في دقيقه حوالي 84 اصابه عمورة، ثم المنعرش، هذاك هو المنعرش. بعدها دقيقه 85 خرج عمورة، الحكم يزيد 9 دقائق، والفريق المنافس يلعب ب10 لاعبين. شتوتغارت خرج لهم واحد بطاقه حمراء، يعني صفراء مع الصفراء، يعني المنعرج، المنعرج خروج عمورة، والفريق المنافس يلعب ب10، الفريق شتوتغارت ب10. من المفروض فريق فولسبورغ فريق كبير كي يخرج عمورة وانت تلعب ب11 لاعب، ما يتاثرش الامر هذا، ما ياثرش على فريق فولسبورغ، لكن حدث مثل ما حدث في مقابله ليفركوزن.
انا نعرف فولسبورغ فريق لا باس به، ولو انه طريقه لعبه ما تعجبنيش في العام هذا، ما عجبتنيش طريقه اللعب تاعو، الاداء تاعو تحت المتوسط. لكن نادي نادي كامل كيما فولسبورغ يمشي على لاعب، حنا ياكد باللي عموره ومن بعد يجوا اللاعبين تاع فولسبورغ حقيقه حقيقه. وانا متاكد لو كان لعب المقابلات اللي فاتوا عموره كان يسجل اهداف ويصنع اهداف، لكن للاسف الاصابه. اذا خروج عموره كان هو المنعرج، خروج عموره زاد الحكم 9 دقائق سجلوا لهم هدف التعادل ب 10 لاعبين على ارضيه ميدانهم، على ارضيه ميدان فولسبورغ. كونفيرمي خلاص، تتاكد باللي كاين عموره وكاين بعد هيجو لاعبين تاع فولسبورغ ويجي فريق فولسبورغ، هذه حقيقه، بدون نفخ بدون تطبيل وبدون جوفانيه. اذا عموره تحصل على 7.3 موقع هوسكور و7.6 موقع سوفاسكور. هذا تقييد علاش نقص؟ لانه صالع هدف وسجل هدف بسبب البطاقه الصفراء. لو ما تحصلش على البطاقه الصفراء كان هو يخرج رجل المقابله ويستاهلها. اذا حظ موفق لعموره، وان شاء الله الاصابه ما تكونش بالغه، ان شاء الله يعاود يرجع، لان المنتخب الوطني محتاج لاعب مثل عموره. لاعب اخر اللي انتقل حديثا بدا يكسب بعض الدقائق، بدا يكتسب الثقه نتاع المدرب نتاعو اللي هو بشير بلومي، يلعب في نادي هال سيتي. هال سيتي اليوم فاز بالرباعيه، لكن الشوط الاول قسط منها هدفين لبشير بلومي، الهدف الاول خاصه الهدف الثاني اللي كان متعه صراحه، هدف ولا اروع بالطريقه بالاداء، ترويض الكره، مراوغه الحارس، لوب، يعني طريقه متعه. بشير بلومي نقولوا في نسق تصاعدي، بدا نوعا ما يكسب الثقه، بدا يتحسن الاداء نتاعو. ما ننساوش انه المقابله الاولى كان خارج الاطار، انه المقابله كان جديد، ما كانش يعرف اللاعبين، ما كانش يعرف الاجواء، اول مره يشارك في دوري الشامبيونشيب الانجليزي، ما اختلف طريقه لعب الانجليز تختلف على البرتغال، يعني ما كانش مهيئ. دار خطا انه الهدف نتاع الفريق المنافس جاء من عنده هو بعد الغلطه اللي دارها، لكن بعدها بدا يتحسن. في المقابله الثانيه جاب ضربه جزاء، اليوم سجل هدفين، يعني راه في نسق تصاعدي، ولو انه للاسف خرج مصاب في بدايه الشوط الثاني، خرج مصاب. ان شاء الله الاصابه ما تكونش بالغه، ان شاء الله انطلاقه رويدا رويدا، يعني بمرور المقابلات في الدوري الشامبيونشيب ان شاء الله يزيد يتحسن الاداء نتاعو، وان شاء الله يزيد يكسب دقائق لعب اكثر، وزيد يكسب ثقه اكبر باش يبرز وبتسجيل الاهداف وصنع الاهداف، واللعب دائما اساسي، يعني نسبه كبيره اكد للمدرب اللي يقدر يلعب اساسي بصفه يعني منتظمه. اذا بشير بلومي مقابله اليوم ثنائيه ولا اروع، احسن لاعب في المقابله، رجل للمقابله، مان اوف ذا ماتش، برافو. اذا هذه فقط الانطلاقه، وان شاء الله يزيد يطور المستوى نتاعو، ولما لا ان شاء الله نشوفه في المنتخب الوطني في الجهه حساسة. جاي هذه حساسة علاش؟ لأنه بوعناني راجع، بدا يلعب أساسي، عندك حاج موسى، عندك بوعناني، عندك بلومي، وعندك أيضا رياض محرز، ولو أنه رياض محرز أسوأ مواسمه. والحمد لله لما تكلمنا تكلمنا بمنطق. أنا ما عندي حتى حاجة ضد رياض محرز، بالعكس. أنا من الناس القدم اللي دائما كنت نوقف مع رياض محرز لما كان في السيتي وفي ليستر، لكن هذه هي اللي يحب المال، هذه النتيجة. بالتوفيق لرياض محرز، إن شاء الله يعاود يستفيق، لو أنه صعبة نوعا ما، لكن مش مستحيلة يقدر يرجع رياض محرز. ما ننساش إن شاء الله مزيد من التألق لبشير بلومي، وأيضا اللاعب المنقذ أنا نسميه عمورة. إذا بالأخير ملتقانا مع مزمن الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.